حياكم الله القصف الكلامي بين قطبي التمثيل الفلسطيني فتح وحماس لم يتوقف يوما منذ الحسم العسكري في غزة أو قل إن شئت الانقلاب العسكري صيف العام 2006 الملفات التي يتمترس خلفها الطرفان كثيرة ومثقلة بحجم القضية الفلسطينية نفسها والصراحة المحارب التي يلجأ إليها المتحاربون عادة تكاد تختفي من قاموس الصراع الذي يبدا باتهام الخصم بالفساد ولا يقف دون حدود وصفه بالعماله اختلاف في كل شيء وعلى كل شيء وما ان تلوح مؤشرات التقارب بين الطرفين حتى تعود الامور فتتازم اكثر من ذي قبل ما حصل في كل محطات التوافق خير شاهد واصدق دليل من القاهره الى الدوحه فالقاهره مره اخرى والصراع على التمثيل الخارجي مؤخرا ليس بالاستثناء في هذا المجال فهل كشف الجدل الحالي عن عمق التازم القائم وما الدور الذي لعبته التحولات الاقليميه في مصر وغيرها في تعزيز الانقسام من عدمه؟ للنقاش معنا او سيكون معنا السيده نجاه ابو بكر وهي عضو المجلس التشريعي عن حركه فتح ومعنا حاليا من غزه السيد مشير المصري وهو امين سر المجلس التشريعي، نرحب طبعا بضيفنا من غزه ونستهل نقاشنا بعرض التقرير التالي وهو من اعداد الزميل احمد شلدان. عود على بدء تعود الخلافات بين حماس وفتح لتطفو الى السطح من جديد، فلم يكد المواطن الفلسطيني ينتهي من فرحته بتوقيع اتفاق الدوحه حتى عاد التراشق الاعلامي والاعتقالات والخلاف على دق التفاصيل بين حماس وفتح ليكون هو سيد الموقف. فالايام الاخيره شهدت تزايدا في حده التصعيد بين حركتي حماس وفتح. وعنوان هذا الخلاف الابرز تجسد بزياره اسماعيل هنيه رئيس وزراء حكومه غزه لمصر واستقباله هناك بشكل رسمي ما ادى لاحتجاج السلطه لدى السفير المصري برام الله طرفين أخذا بالفترة الأخيرة كل يبحث عن تعزيز موقعه يعني حماس ارتباطا بحالة الربيع العربي تبحث عن شرعية هذه الشرعية ترى السلطة أنها على حسابها السلطة تدافع عن نفسها وبالتالي يعني هذا سبب رئيسي للاحتكاك بينهم ورأينا أكثر من من شاهد ربما منذ قمة إيران اعتقالات الضفة تقابلها اتهامات من فتح لحكومة غزة بالتضييق عليها وعلى كوادرها وتصريحات متبادلة بين الجانبين تتحدث عن تجميد المصالحة وعمل كل حزب لمصالحه الفئويه اتهامات لا تخلو من محاوله استغلال ما اطلق عليه الربيع العربي من كل طرف وهو ما ترجم على ارض الواقع في الاحتجاجات التي شهدتها الضفه الغربيه قبل نحو اسبوعين اليوم الاسباب الحقيقيه لهذا الصراع اعتقد ان الازمه التي تمر بها حركه فتح في الضفه الغربيه والتي عبرت عن نفسها بالاحتجاجات والفلتان الامني الذي تشهده مدن الضفه والتي طال اغتيالات لقيادات امنيه كبيره وبارزه في جنين وفي وفي مناطق اخرى خلافات معقده تلك التي تسيطر على الساحه الفلسطينيه وبروز مشكله التمثيل الخارجي للشعب الفلسطيني ليكون عنوان الصراع الصراع الأبرز هذه الأيام يطرح تساؤلات عن مدى إمكانية تحقيق الوحدة واللحمة الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية أبدأ معك سيد المصري فيما يتعلق بالاعتقالات التي حصلت مؤخرا في الضفة واتهمتم في حركة حماس الجهات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالوقوف خلفها على خلفية سياسية كما فهمنا هل لذلك بالفعل علاقة او يمكن الربط بينه وبين التصعيد في التصريحات السياسيه بين الطرفين بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك ولجميع المشاهدين اعتقد بان ما حدث مؤخرا هو اعاد الكره من جديد الى سنوات ماضيه وذلك من خلال اقدام السلطه في رام على اعتقال ما يزيد او ما يزيد عن مئة قيادي وكادر من ابناء حركه حماس والمقاومه في الضفه الغربيه ونتحدث هنا عن رقم وصل اليوم الى 130 شخص خلال الايام الاربعه الماضيه في حمله شرسه تعتبر سابقه خطيره في الاقدام على اعتقال هذا الكم دفعه واحده وفي دلاله واضحه ان هذه الاعتقالات جاءت في سياق الخطاب التوتيري الذي اقدم عليه السيد محمود عباس مؤخرا والذي رفض فيه المصالحه وشن هجوم على حركه حماس وعلى مصر كذلك في دلاله على حاله الافلاس السياسي الذي وصلت اليه سلطه فتح من خلال وصولها الى طريق مسدود في مربع المفاوضات وفي محاوله للتاثير على الاحتجاجات التي طالبت فياض بالتنحي وطالبت الفساد الاداري والسياسي والمالي المستشري في اطناب السلطه بأن يتم تصويبه من خلال الاحتجاجات التي خرجت في مدن ومخيمات وقرى الضفه الغربيه مؤخرا. <applause> طيب معي الان السيده نجاه ابو بكر وهي عضو المجلس التشريعي عن حركه فتح، ما ادري اذا كنت سيدتي قد استمعت الى مقال الاستاذ مشير المصري فيما يتعلق بالاتهامات لحركه او للسلطه الفلسطينيه بشكل عام وللسيد محمود عباس، اريد ان اسال هنا يعني دائما الاتهامات متبادله، اي جزء أو جنب يتحمل أو تتحمل حركة حماس المسؤولية فيها فيما يتعلق بهذا التصعيد اللي حصل مؤخرا بداية بسم الله الرحمن الرحيم وأبدأ بالتحية إلى الذين يحاولون دائما أن يقسموا ظهر البعير ويبعدوا غزة عن الضفة الغربية بالشعارات البراقة الوهمية <applause> التي من خلالها لا يدركون ان هذا الاحتلال لا يطال فقط الضفه الغربيه بل يطال الضفه وغزه، وعليهم ان لا يطلقوا مثل هذه الاسهم المسمومه لان هذه الاسهم المسمومه لا تطيل فقط فتح ولا تطيل حماس في الضفه وانما تطيل كل الذين يريدون ان يستمروا في البقاء في ارض البقاء. لذلك قبل ان ابدا أطلب من ضيفك الكريم زميلي في المجلس التشريعي أن يكون محضر خير ولا يكون محضر لأي شكل من الأشكال الاشتباكية التي سمعت قليلا منها لأنني كنت في طريقي إلى من أفضل على ما سمعت من وهو على ما سمعت القليل ما سمعت مما قاله الزميل مشير هذا هذا الذي تفضل به لم يقله هو نحن الذين نقول بهذه بهذا المنطق ونحن في حركه فتح من يتصدى للفساد سواء في الضفه او في غزه كما كنا نتصدى دائما لكل الذين يحاولون ان يطوقوا القضيه الفلسطينيه طيب. ومنظمه التحرير الفلسطينيه بشعارات سيده نجاة انا لم ادخل حتى اللحظه فيما يتعلق بحركه في فتح سالتك لا ما طيب. ما هي. طيب نعم سالتك فيما يتعلق بالاعتقالات تفضل. اللي حصلت في الضفه الغربيه يعني حوالي 130 قيادي من حركه حماس تم اعتقالهم خلال اربعه معم. ايام أنا أنا نعم. نعم أنا سأكون موضوعية لأنني دائما موضوعية وأخاف الله فيما أقول دائما. فيما يتعلق بالاعتقالات التي سمعنا عنها هنالك ملفات قد لم أطلع عليها ولكن رأي حركة فتح دائما وابدا، دائما وابدا، راي حركه فتح لسنا مع اي اعتقال سياسي ونحن اول من طالبنا بانهاء هذا الملف واغلاقه في الضفه وغزه ونحن نقول ان هذا الفيروس الذي يتم الاعتقال من خلاله على خلفيه سياسيه، هذا لا يجوز لشعب يقع تحت الاحتلال، نحن ضد اي اعتقال يقع ضمن هذا القوس ولكن اذا كان الاعتقال على خلفيات أمنية كما يحق كما حصل مثلا في قرية عريف قضاء نابلس حينما اكتشف مخبأ تحت الأرض لحماس في عريف وحينما تم مثلا إلقاء القبض على بعض الذين كانوا يحاولوا أن يفجروا أو يقتلوا أو إلى ذلك هذه قضايا لسنا معها وليس حتى الشرفاء في حماس في الضفة معها لا أدري ما ما هو المزاج العام في غزة في ولكن سيدة سيدة نجات قبل أن أنتقل إلى ضيفي رجاء أريد حماس هنا وأقول باستمرار اننا لسنا مع اي اعتقال سياسي تمام. نحن س سيدة مع نجات. الاعتقال اذا كان يمس امن الانسان وامن السلطه الوطنيه الفلسطينيه طيب الفلسطيني. سيده نجد باختصار شديد لانه نسمع احيانا مسؤولين امنيين في الضفه الغربيه يتحدثون عن ضبط آه لقيادات او كوادر من حركه حماس تعمل على التفجير اريد أيضا. ان اسال هنا سيدتي قبل ان انتقل الى ضيفي يعني التفجير الذي يتم الحديث عنه هو بحق من يعني مم. هل هو بحق الشعب الفلسطيني في الضفه ام بحق الاحتلال الاسرائيلي وهذا مكفول بكل القوانين الدوليه لا أحد يتحدث عن المقاومة اذهب وقاوم الاحتلال حيث ما شئت ولا أحد يقول لك لا تقاوم ونحن كما نقول دائما على الإخوة في حركة حماس أن لا يسعوا إلى الكلام عن المقاومة وهم من يطلق الرصاص على من يذهب إلى الحدود لكي يقاوم وعلى الإخوة في حماس أيضا أن لا يقاوموا المقاومين الحقيقيين من الأطراف الأخرى من حركة الجهاد الإسلامي القوى الأخرى الموجودة في غزة ونحن أيضا نقول في الضفة الغربية أننا لا ضد من يقاوم نحن الذين بدأنا المقاومة وباستمرار نقول نعم للمقاومة لأننا لازلنا تحت الاحتلال ولكن ما تم أو يتم داخل الأجهزة الأمنية وأنا لست مطلة على الأجهزة الأمنية ولا, ولا وليست لدي ملفات من داخل الأجهزة الأمنية لكن الرأي الشخصي ورأي الأحرار الشرفاء في ليس في حركة فتح وإنما كل أطياف الشعب الفلسطيني تقول لا لأي اعتقال سياسي طيب. على. لنسأل, لنسأل السيد مشير المصري وأنا شخصياً أريد أن سوف أضيف أنا, أنا بزيارة, في بزيارة في إلى السجون سيدة الفلسطينية لمعرفة لمعرفة وتقصي هذا الموضوع. طيب السيد المصري فيما يتعلق باتهامات أيضاً موجهة لحركة حماس يعني اكتشاف سجن اليوم لحركة حماس. وحديث أيضا عن تورط في الحراك الذي يتجه لإسقاط حكومة سلام فياض في الضفة الغربية يعني هناك أيضا مشكلة تقوم بها حركة حماس في الضفة الغربية لما يقال بالكيدية السياسية تجاه السلطة الفلسطينية لإحراجها أمام الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يعني دعني أؤكد أخي الكريم أن ما يتم الحديث عنه عن وجود سجن هذه فبركة إعلامية أمنية تعود عليها الشعب الفلسطيني من قبل سلطه فتح منذ ان جاءت، والشواهد في ذلك كثيره لا يمكن ان نحصيها في هذه المقابله، لكن مثل هذه القضايا لا يمكن ان تنطلي على شعبنا في الداخل الذي يعرف طبيعه الاجهزه الامنيه والتعاون مع الاحتلال والفبركات التي يمارسوها مع العدو الصهيوني في محاوله سحق واستئصال المقاومه. ما يحدث في الضفه الغربيه ليس هو استهداف لحركه حماس فقط كحركه حماس بل هو استهداف للمقاومه اليوم المقاومه في الضفه الغربيه تمر باصعب مراحلها امام اعتقال مئات المجاهدين وامام ضرب كل اطناب المقاومه ومصادره السلاح والتعاون الامني مع الاحتلال وهنا اتحدث عن مئات الصهاينه خلال الخمس سنوات الماضيه الذين دخلوا الى الضفه الغربيه بالخطا وتم تسليمهم من قبل القوى الامنيه وان قاده الاحتلال تحدثوا بشكل واضح على ان التنسيق الامني والتعاون مع الاحتلال بين الاجهزه الامنيه التابعه للسلطه في الضفه وبين اجهزه الاحتلال وصل الى ذروته ولم ينكر ذلك حتى بعض قاده الاحتلال بعض قاده القاده الامنيه القاده الامنيين في السلطه ثم لا يمكن التفريق ثانيه لا يمكن التفريق بين موقف حركه فتح وموقف السلطه في الضفه لانهم كلهم في الكف سواء فمن يقود السلطه هو زعيم حركه فتح ومن يقود الاجهزه الامنيه التي تتعاون مع الاحتلال هي وفق الاتفاقيات كما قال سيد لكن أحمد هناك كثير من الانتقادات لدى حركه فتح على السلطه وحيثياتية. الفلسطينيه وحتى ضيفتي الان السيده نجاه مشهود لها انها اكثر من مره تحدثت عن مخالفات قامت بها حكومه سلام فياض حتى لشخص سلام فياض ربما هي يعني تؤكد او تنفيذ لكن دعني اسالك سيد المصري يعني الموضوع ليس فقط في الاعتقالات سالتك فيما يتعلق بالحراك الان القائم في الضفه الغربيه ضد حكومه سلام فياض سأجيب أنتم متهم متهمون بذلك أنت سألتني سألتني السؤال في شقين وأنا طيب. أجيب في الشق الأول طيب أما عن الشق الثاني في ذلك يعني كانت الاخت نجاة ابو بكر تتحدث عن فساد مالي وسياسي و وامني مستشري في السلطه وطالب اقاله فياض فهذا صوابي صوابية صوابية صوابي لموقف حركة حماس وقوى الموقف وقوى الشعب الفلسطيني التي اكدت بان هذا الرجل لا يمكن ان يصلح في هذا الموقع فهي تشكر على هذا الامر لكن لا ينبغي الاقتصار على هذا الموقف بل ينبغي الحديث بكل منطقية وبكل عقل وكل وقائع عما يحدث من استئصال مقامة في الضفة الغربية، بما في ذلك حتى تفكيك كتائب شهداء الأقصى في الضفة وكان هذا بقرار من قيادة حركة فتح، والسيد محمود عباس تحدث بشكل واضح في هذه المسألة. أما فيما يتعلق بالأمر الثاني، فأؤكد بأن حركة حماس لم تدخل على على شق الحراك الشعبي حتى يسيس هذا الحراك، لكن لماذا مارست فتح الاعتقالات في هذه اللحظة هي في محاولة للفت الأنظار عن هذا الحراك الشعبي ومحاولة تسيسه ومحاولة توجيه ضربة. إلى كل الشباب الذين تحركوا في الشارع من خلال تخويفهم بالاعتقالات التي مورست ضد حركة حماس ومن هنا هذا التفاف على الحركة الشعبي من خلال محاولة تسييس هذه القضية واختلاق بعض الأكاذيب والأراجيف في وجود سجن أو غيره يا سيدي حتى لو كان في سجن شو هذا السجن اللي يمكن أن يكون تحت الأرض في مقابل عشرات السجون لحركة فتح هذه فبركات إعلامية لا يمكن أن تطلع على أحد في في ذلك والحراك الشعبي أعتقد أن كل قوى الفلسطينية كانت حتى السيد محمود عباس قال بان فتح شاركت في الحركة الشعبية كما حزب الشعب لكن حركه حماس لم تكن في مقدمه هذا الحراك حتى لا يسيس، اليوم يسيس هذا الحراك ويحاولون لفت الانظار عن هذا الحراك وهذا ما لا ينبغي ان يمر على الشعب الفلسطيني <applause> الذي يجب ان يضع حد للفساد الاداري والمالي المستشري الذي كبد الشعب الفلسطيني ما يزيد عن ثلاثة مليار دولار من وراء حكومه صياد خلال السنوات الماضيه. طيب، نجاة في فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء في قطاع غزه اسماعيل هنيه الى مصر قامت الدنيا ولم تقعد الرئيس عباس اعترض وحصل نوع من يعني حتى البروده في العلاقات المصريه الفلسطينيه الامر نفسه تكرر كان قبل عده ايام حين ايضا قيل عن دعوه ايرانيه لحكومه غزه بالتوجه لحضور قمه عدم الانحياز برايك الصراع الان الفلسطيني الفلسطيني الداخلي البيني اخذ ياخذ او بدا ياخذ طابع اكثر منه طابع داخلي الى الى في ظل متغيرات الان اقليميه وحتي مناطقيه هل هل نحن امام يعني نستطيع القول انه هذا الانقسام بدا يتعدي حتى الخارطه الداخليه للقضيه الفلسطينيه يعني مرة أخرى أعود لكي أكرر أن ما تفضل به زميلي هي لغة صراعية لا تؤدي إلى لغة حقيقية توصلنا إلى بر الأمان لكي نتخلص من الخسائر ومن الأوجاع من الأسهم التي, التي توجهها حماس ويوجهها سلام فياض ويوجهها كل من له علاقة بهذا الشعب هذا الشعب تعب من كثر هذه الشعارات ومن هذه اللغات انا لا اريد ان ازيد هذا الموضوع لانني امرأه سياسيه دائما اقول لا استطيع الا ان اكون توفيقيه ولا استطيع ان اتحدث بلغه صراعيه اما فيما يتحدث به حول أو ما تفضلت به حول زيارة إسماعيل هنية نحن ننظر إلى هذا الموضوع على أنه عمل دبلوماسي ليس من اختصاص الأخ إسماعيل هنية الأخ إسماعيل هنية عضو مجلس تشريعي انتهت مدة القانونية ولم تنتهي ولايته نحن جميعنا انتهت مدتنا القانونية ولم تنتهي ولايتنا نحن ننتظر أن يتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. بعد موافقة الإخوة في حماس في غزة على إجرائها. وفتح سجل تجديد الانتخابات ودوائر الانتخابات. ولا نريد أن نكون عناصر صراعية. نحن دائما نواب الشعب الفلسطيني. يجب أن يكون لدينا طريقة وأسلوب هل قام به الرئيس عباس كان مبررا سيدة الدبلوماسية لكن 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 ما ما قامت به القيادة الفلسطينية أنا أعتقد أنه حقيقي ويجب أن تقوم به لأن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية والسيد الرئيس أبو مازن يرأس منظمة التحرير الفلسطينية، هذا يعني أننا كلما اختلف واحد منا سوف يقوم بعمل دبلوماسي وفريق دبلوماسي، كيف سيصدقنا العالم؟ كيف سيحترمنا العالم ونحن جميعنا تحت الاحتلال ونرف ونرفد إلى العالم ونرسل إلى العالم قنوات دبلوماسية متعددة، هذا لا يجوز، هذا في مفهوم الشياكة السياسية والدبلوماسية لا يجوز، وعلى كل الذين يتعنصرون لحزبيتهم الضيقة سواء نحن او هم او اي انسان أن اتذكر دائما ان الوطن اغلى واكبر من الجميع طيب. يجب ان نتعالى هذه النقطه دعيني دعين ننتقل الى السيد المصري قبل ان اذهب الى فاصل في لتحرير من فلسطين لاننا امامنا عدو شرس طيب سيد المصري فيما يتعلق بالزياره التي قام بها اسماعيل هنيه الى القاهره وهذا اللغط الذي حصل حول برايك هل فسرت خطا ام انها كانت مقصوده لانه قيل انه كان ايضا يعني في هدف سياسي من من هذا العمل وهو ارباك الـ 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 القياده الفلسطينيه التي تريد ان تتوجه الى الامم المتحده لطلب الاعتراف بدوله غير عضو في الامم المتحده اخي الكريم قبل ان اجيبه بشكل سريع ما حول لسجال إن يعني مش سجال يعني هي ترد انت ترد أخي علي الكريم إيه. دعني صدق دعني صدق اتحدث صدق وجهت السؤال ويجب ان اجيب علي بعض النقاط حتي وبشكل سريع حتى تكون اللغة منضبطة وهادئة ووطنية كان لا ينبغي على الأخت نجاة بكر أن تتحدث عن إطلاق الرصاص على المجاهدين في غزة من قبل حركة حماس وهذا محض كذب وافتراءات إسرائيلية لمحاولة الوقيعة بين حماس التي تقود المقاومة وقدمت خيرة قادتها في غزة وهي متوافقة مع الفصائل الفلسطينية في ذلك ولا يتحدث أحد عن إطلاق الرصاص على المجاهدين من قبل حكومة في غزة إلا فقط قيادات حركة فتح والعدو الصهيوني ثم المسألة الثانية تقول أن المستهدف ليس المقاومة في الضفة الغربية بينما هي تدرك بأن كتائب شهداء الأقصى والمقاومة اليوم استؤصلت في الضفة الغربية بفعل التعاون الأمني وتتحدث بنفس المنطق عن النفقة الذي هو من صنيعة قادة التعاون الأمني في الأجهزة الأمنية في الضفة وهو محض كذب وافتراء ثم عن المسألة الثالثة وهي الزيارة فيما يتعلق بسؤالك الزيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ مهنية وكنت كان الاحرى بالاخت نجاة ان تتحدث بان الحكومه التي منحت الثقه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني وان الاغلبيه في الشعب الفلسطيني هي لحركه حماس التي فازت ب 60% من مقاعد البرلمان بينما حكومه فياض التي تحاول ان تنهشها بين الفينه والاخرى لم تمنح الثقه وهي حكومه غير شرعيه وبالتالي عليها ان تتحدث بالقانون وكما تتحدث عن نهايه الولايه كان الاولى ان تتحدث عن من انتهت ولايته قبل التشريعي وهو السيد محمود عباس الذي لم يعد اليوم رئيس للشعب الفلسطيني بفعل انتهاء ولايته في ذلك الامر الاخير ما الذي يضيرهم في ان يتحرك رئيس الوزراء الفلسطيني باتجاه مصر وليس فقط في اتجاه مصر بل ان زعمات الدول العربيه والاسلاميه استقبلوه في تركيا وفي البحرين وفي قطر وفي الامارات وفي تونس كل هؤلاء على الخطا والسلطه هي على الصواب ينبغي لهم ان يتعقلوا ما الذي يضيرهم ان يتحدث رئيس الوزراء مع كل هذه الزعامات عن عن فك الحصار عن غزه ويحرضهم لضروره مناصره القدس ورفع الحصار كذلك الأمني المفروض على الضفة الغربية ويتحدث عن موضوع المصالحة أم أنهم يريدون أن نبقى في نفق المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال وأن نبقى تحت قبضة الحصار ويريدون أن يتفرجوا علينا وغزة تموت الا ان يتحرك السيد محمود عباس الذي ينصب اليوم نفسه دون وجه حق رئيسا للشعب الفلسطيني لرفع الحصار فقيادات الشعب الفلسطيني والحكومه الفلسطينيه الشرعيه في غزه هي التي تستقبل من قبل العديد من دول العالم لتتحدث عن رفع الحصار وعن قضايا الشعب الفلسطيني وفق رؤيه وطنيه طيب. هي واضحه بصراحه اتهامات متبادله الرئيس يعني عباس يعترف بحكومه غزه ولا حكومه غزه تعترف ببقاء الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته وهذا واضح جدا فيما يتعلق طيب. بالانقسام. وتفسير هذا الانقسام بعد الفاصل نناقش تداعيات هذه الخلفيات على القضية الفلسطينية بشكل عام فيما أنتجه الانقسام من صورة واضحة أمام الشعب الفلسطيني تابعونا نحييكم من جديد، برز عمق الانقسام بين قطبي التمثيل الفلسطيني فتح وحماس مؤخرا بشكل واضح فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي عقب الزيارة التي قام بها هنية إلى مصر، فيما يلي مقتطفات من الصحافة، كيف تناولت هذه القضية سواء كان لدى رؤية حماس أو لدى رؤية حركة فتح؟ كتب زهير قصيباتي في الحياه اللندنيه تحت عنوان غزه على حصان الاخوان قائلا لعلها مجرد مصادفه اطلاق حمله تخوين في غزه لرئيس السلطه المهدده بالافلاس المالي في مهنيه يجدد شباب حكومته برياح الربيع العربي في القاهره. اتهامات لعباس ودعوه الى محاكمته بشبهه النقص في الولاء الوطني لفلسطين. حملة شعواء تندد باعتقالات في الضفة لعناصر من حماس التي تبدو كأنها نجحت في إثارة أول أزمة بين عباس والقاهرة باللقاء الهفوة بين رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وهنيه الآتي من غزة على حصان جماعة الإخوان واضاف الكاتب قائلا ان حماس تريد ترتيب البيت الفلسطيني قبل الانتخابات النيابيه والرئاسيه ترى السلطه الاقتراع بابا الى المصالحه الكامله وبين سجالات الخلاف على الاولويات لا يضير حماس ان تبدو كانها تبحر مجددا بشراع اخوان مصر وللطرف الاخر ان يستنتج كما يشاء استقواء الحركه بمرسي بدلا من خامنئي والاسد اما مصطفى الصواف فكتب في صحيفه الرساله تحت عنوان فوبيا حماس تنتاب وجدان عباس ان حمله الاعتقالات التي قامت بها السلطه في صفوف انصار حركه المقاومه الاسلاميه حماس في الساعات القليله الماضيه تكشف عن حاله من الرعب والخوف اصابت صانع القرار في الضفه الغربيه وبات عباس يعاني حاله مرضيه يمكن ان نطلق عليها فوبيا حماس ويقول الصواف ان من الاسباب التي نرى انها جعلت عباس يقوم بهذه الحمله المجنونه من اعتقالات في الضفه زياره رئيس الوزراء اسماعيل هانيه لمصر واستقباله بطريقه رسميه من قبل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الامر الذي ازعج عباس كثيرا لدرجه انه استدعى السفير المصري ياسر عثمان وقدم رساله احتجاج الى القياده المصريه سيدة نجاة فيما قاله السيد مصطفى الصواف في صحيفة الرسالة فوبيا حركة حماس بالنسبة للرئيس عباس هل يمكن القول أنه يعني جزء منها قد يكون حقيقيا وفق هذا التفسير الذي يقول أن شعبية الرئيس عباس الآن في الضفة الغربية تتراجع لأسباب منها داخلية ومنها أيضا خارجية يعني دعني أقول لك أن ما يقوله الصواف قرأته قبل عدة أيام وما قرأته أيضا لدى كتاب آخرين يقولون ذلك ولكن في هذه اللحظات لا أريد أن أقرأ ماذا يقولون أريد أن أقرأ ماذا تقول الصحافة العبرية وماذا يقول الساسة الإسرائيليين الساسة الإسرائيليين يجمعون جميعهم وكذلك صحفييهم ومستشاريهم وبرلمانيهم يقولون ان على محمود عباس ان يرحل عن السلطه الوطنيه الفلسطينيه وحماس في غزه تقول ان ابو مازن انتهت ولايته عليه ان يرحل انا اقول ان من يقول ذلك يتساوق مع الاحتلال ولا فرق بينه وبين الاحتلال لكن ان رجعنا مره اخرى الى المفاهيم الوطنيه الحقيقيه علينا ان نقول جمله واحدة. الجمله الوحيده التي يجب ان نتسلح خلفها هي الجمله التي دائما يجب ان لا ننساها ان هذا الاحتلال وهذه الدوله الاقتلاعيه وهذا الاحتلال الذي يغرس انيابه في الضفه بكل تفاصيلها بميائها بمساجدها باقصاها بمزارعها باسراها هذا يقودنا إلى قول حقيقة واحدة. أننا يجب أن نتوحد. لا أن نتفرق من أجل من استقبل أو من لم يستقبل. أنا لست مع طيب كل هذه الشعارات. أليس الرئيس عباس جزء آآ من آآ هذا الانقسام؟ كما قال زميلي. يعني إذا كان عاجزا التوحد مع حركة الرئيس حماس. كيف تريدين الوقوف خلفه ليس في مواجهة الاحتلال؟ لا ليس سيدة نجاة ليس ليس هو السبب. يا سيدي ليس هو السبب. الاحتلال هو السبب الرئيسي وراء كل هذه القضيه هذا فيروس الانقسام ارادته اسرائيل واراده بعض المتسولين الذين يريدون فقط ان يتسلحوا بهذه الشعارات ولا يدروا ماذا يحصل على الارض. انا اناشدهم بالله وانا دائما اقول انني لا اريد الا ان ابقى في دائره رب العالمين ليس في دائره احد. اريد ان اقول لهم اناسدكم بالله ان تتقوا الله في شعبنا شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال وشعب غزه الفلسطيني الحر الابي الذي تدوسه جرافات ومجنزرات الاحتلال يوميا ايضا قرفه وسئم من مم. كل هذه المصطلحات ومن هذه الشعارات ولا يريد ان يسمع مثل هذه المصطلحات انا لا اطلع انا طيب لم اخرج نظر من بيتي في هذا المساء أعتقد لكي إن اشتم او انا خرجت لكي اقول للسيد مشير ولكل قياده حماس اتقوا الله في الشعب الفلسطيني تس وان كان سيد محمود سيد عباس المصري. ايضا الرئيس القائد للشعب الفلسطيني لا يتقي الله في هذا الشعب ايضا أقول له اتق الله في هذا الشعب لقد قرفنا وسئمنا من كل هذه الشعارات نريد وحدة لأجل فلسطين لأجل أسرانا لأجل شهدائنا أريد أن أسمع لأجل مبعدينا لأجل اللاجئين في فيما يتعلق فيما يتعلق فيما الشتات هذا فيما هذه بدور لغتي الرئيس لغتي إنما لغتي دائما, دائماً يجب أن تكون لغتي في هذا الانقسام طلب أن المسؤول عنه هو الاحتلال الإسرائيلي وليس يعني حركة فتح أو السلطة الفلسطينية سيد المصري أنا أعتقد أخي الكريم نعم الاحتلال هو المسؤول عن ذلك يوم أن ورط الشعب الفلسطيني باتفاقية أوسلو التي شردمت الشعب الفلسطيني ووضعته إلى فريقين منذ الانقسام بدأ السياسي يوم أن كانت اتفاقية أوسلو والاتفاقيات التي توالت واليوم التي يخرج الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه ليرفضها وليلفضها هي التي كانت سبب رئيس وراء انقسام اذ اننا كنا في الانتفاضه الاولى موحدين ونرفع شعارات واحده في ذلك ونطالب بفلسطين كل فلسطين في هذه المساله ومن هنا اعتقد بانه بانه بعد عقدين من الزمن وصل السيد محمود عباس وكل قاده مشروع التسويه قالوا بملء فيهم وصلنا إلى طريق مسدود وكانت النتيجة صفر واليوم السيد محمود عباس يقول عليكم أن تبحثوا عن غيري لبعض القادة الفتحويين الذين التقى بهم في تركيا مؤخرا وبالتالي المطلوب اليوم هي وحدة حقيقية للشعب الفلسطيني على القواعد التي توحدنا عليها قبل اتفاقية أوسلو على قاعدة فلسطين كل فلسطين وعلى قاعدة المقاومة وعلى قاعدة الانتفاضة وليس على قاعدة التسوية والمفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال وبالتالي نعم كل هذه الأفعال من الاعتقالات السياسية وملاحقه المقاومة واستئصالها هي التي تعزز اليوم الانقسام وهي التي تكرس اليوم الشر بين الشعب الفلسطيني لكن اتفاقيات أوسلو سي المصري ليست من إنتاج الرئيس عباس هي من الرئيس الراحل ياسر عرفات انت الان تربط ما بين الانقسام وما بين هذه الاتفاقيات علما انه الانقسام جاء متاخرا جدا على هذا الموضوع هل افهم من كلامك انه لا وحده لا وحده أنا مع الضفه الغربيه طالما طالما السلطه الفلسطينيه تقبل بهذا الاتفاق على علاته انا اقول اذا اردنا وحده حقيقيه فإن أسباب الانقسام وتشردم الموقف الفلسطيني بدأ منذ أوسلو لأننا قبل ذلك كنا جميعا في خندق المقاومة وكنا جميعا في خندق مواجهة العدو الصهيوني زوال هذه الأسباب ستوصلنا إلى وحدة حقيقية ليس إلى وحدة ترقيعية بل إلى وحدة حقيقية لنتوحد في مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية ومن هنا نحن أعتقد بأن حركة حماس قدمت كل ما في جعبتها لأجل موضوع المصالحة بما في ذلك القبول أن يكون السيد محمود عباس رئيس الوزراء لكن فيتو الأمريكي والصهيوني هو الذي يحول دون القدوم طيب المصالحة. لماذا الفيتو الأمريكي والإسرائيلي سيد المصري وليس اتهام ما يقال بأن الأمور تغيرت بالنسبة لحركة حماس الآن في قيادة إخوانية تحكم في مصر وفي كثير من الدول العربية فيما يسمى بدول الربيع العربي يعني الأمور تحسنت جدا لصالح حركة حماس وبالتالي أوراق التفاوض الآن تغيرت لديها تريد أن تعيد معادلة بشكل رغم تكون رغم أنسى وأكثر تمثيل للشعب الفلسطيني في مواجهة عباس رغم تغير الأوراق لصالح حركة حماس ورغم الربيع العربي ورغم فوز الاسلاميين والاخوان في كل مواقع نقول بان المصالحة خيارنا استراتيجي واننا لا يمكن ان نأخذ المصالحة ورقة مناورة في ذلك ولا يمكن ان ان ان, أن تكون هناك حسابات فئوية ضيقة بالنسبة الينا المصالحة ما زالت خيارنا الاستراتيجي وسنبقي وراء المصالحة إلى أن تتحقق وحدة حقيقية للشعب الفلسطيني لكن المطلوب التوافق على استراتيجية وطنية موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وأن تدرس كل برامج التي وضعت في الساحة الفلسطينية سيد المصري هذا الكلام والله كنا نسمع قبل الانقسام ونسمع في ظل الانقسام ونسمع الآن بعد جولات حوار ثلاث حوارات بالقاهرة وفي الدوحه وبالقاهره مره اخرى ما الذي يعني ما هذا الكلام ما الجديد في ما الجديد فيه؟ ما الذي يعيق ما, ما الذي يعيق المصالحه؟ هل, هل 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 هذا الكلام اليس هو نفس ما تقوله حركه فتح في الضفه الغربيه؟ نفس المنطق السياسي تماما اعتقد اخي الكريم انني اجبت عن سؤالك وقلت ان المعيق في ذلك هو الفيتو الامريكي والصهيوني. هو طيب. الذي لا يريد للشعب الفلسطيني ان يتوحد، ولا يريد المصالحه ان تتحقق، ومن هنا المطلوب اليوم موقف فلسطيني موحد جريء ومسؤول لنقفز عن فيتو الامريكي والصهيوني باتجاه المصالحه حقيقية لنتوحد في مواجهه التحديات التي تمر بين القضيه الفلسطينيه. طيب. ما رايك سيده نجاة فيما قال فيما يتعلق بالفيتو الامريكي القائم او المانع لمثل هذه الوحده، وما هي الاسباب التي يمكن ان تعيد او الشروط التي يمكن ان تعيد هذه الوحده بين ضفتي الوطن؟ يعني مرة أخرى أحيي الصوت غير واضح. ولكن قبل أن أجيب أريد أن يسمع مني الأخ مشير. الملاحظات التالية. أوسلو. أنا أتعجب كثيراً للذين يقولون أننا نتمسك بأوسلو، لسنا الذي نحن الذين نتمسك بأوسلو، إسرائيل هي التي تتمسك تم بأوسلو، لأن إسرائيل أهانت الشعب الفلسطيني وأذلت الشعب الفلسطيني من خلال أوسلو وفرضت على الشعب الفلسطيني جملة من الشروط المذلة عبر أوسلو، لذلك أنا أطمئن. أن أوسلو ليست مطلب فلسطيني ولا مطلب فتحاوي وإنما هي مطلب دولي إسرائيلي أمريكي ل تمرير مخطط الدولة الاقتلاعية بإنهاء الوجود على أرض الوجود لماذا لا يقول التانية. ذلك الرئيس عباس بعتقد أن آه أنت شعبيت كنت تزيد الأضعاف المصالحة. سيدة نجاة عفوا عفوا يعني أنتم تدعمون في حركة فتح الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية نعم. أصلا السلطة قامت كلها من أليفها إلى يائها على اتفاقيات أوستو الآن تقولين أنه هي كانت يعني عملية تآمرية نعم. تأمورية لاقتلاع الشعب الفلسطيني ووجودي في المجلس عباس. التشريعي عفواً. كيف يسير الرئيس عباس في هذه الاتفاقيه اذا كانت تقضي على ووجودي ووجود مشير المصري في المجلس ووجودي ووجود مشير المصري في المجلس التشريعي هو نتاج اوسلو هل انتم جزء ووجود من المؤامره يعني مشير انتم, المصري أنتم وحركه حماس جزء من المؤامره على الشعب الفلسطيني نحن فرضت علينا فرضت علينا اوسلو ولكننا لا لا نحبها ولا نتغنى بها المستفيد الاول من اوسلو هي اسرائيل طيب لماذا إذا؟ المستفيد الاول من الانقسام هي اسرائيل. المستفيد الاول والراعي للانقسام هي اسرائيل وامريكا، وحينما اصر السيد الرئيس محمود عباس على الذهاب الى قطر، جاءته الاداره الامريكيه وقالت له لا تذهب، قال لهم هذا قرار الشعب الفلسطيني سوف اذهب الى قطر وسانهي ملف المصالحه، لذلك نحن ان كنا فعلا احرار علينا ان نذهب مره واحده بلا شروط وبلا عقد وبلا افتراضات ضيقه ولا ولا بتفكير فوضوي لاننا فعلا ان كنا نريد فلسطين والقضيه الفلسطينيه ان تبقى بلا خدوش ولا جروح وان تبقى المقاومه تسير على تربه صلبه وليس تربه طينيه علينا ان ننهي هذا الانقسام لكي نطيح بكل مفرزات الانقسام دعني اقول لك ان كل الذي نعاني منه في الضفه الغربيه ويعاني منه شعبنا ايضا في غزه هو من افرازات هذا الانقسام اللعين الذي اطاح بجماليه القضيه الفلسطينيه واطاح بكل الاحزاب السياسيه وشوهها وخونها وحتى اضعف حضورها في الامم المتحده والان في استحقاق ذهب الرئيس أو غير الفلسطيني الى الامم المتحده لطلب الانضمام هذا الاستحقاق بصفة لصفة دوله غير عضو يجب اريد ان اسالك سيد المصري يجب أن لو سمحتي لي سيده نجاة لو سمحتي لي اريد ان اسالك سيد المصري يعني ايضا علامه استفهام انه حركه حماس قبل قدوم الرئيس عباس لانه هذا حصل ايضا مره سابقه حين حاولت السلطه الذهاب الى الامم المتحده ايضا عادت وتيره الصراع والتصريحات المضاده بين فتح وحماس والان يتكرر الامر يعني يبدو يعني يبدو للمراقب وكانه في نيه سياسيه هو اضعاف ايضا الرئيس عباس حتى عند الذهاب إلى محفل داخل الأمم المتحدة للطلب لطلب العضوية لدولة فلسطين أليس مبررا لدى هؤلاء أن يفكروا بهذه الطريقة؟ نحن لسنا في صراع مع سيد محمود عباس ولا مع حركة فتح نحن مع كما كل القوى الفلسطينية والأحرار في حركة فتح نرفض الاعتقالات السياسية ووضع حركة حماس تحت دائرة الحظر هذا هو الذي اثار حفيظه حركه حماس وقوى الشعب الفلسطيني من هنا نحن نعتقد بان كل خطوه يجب ان تكون بحراك وطني المشكله في التحرك سواء كان باتجاه الامم المتحده او في غيرها ان العقليه الفلسطينيه ما زالت تفكر لوحدها بعيدا العقليه الفتحاويه بعيدا عن التشاور مع القوى الفلسطينيه. جرب كل هذا التحرك على مدار عقدين من الزمن. المطلوب اليوم التروي والتريث والمطلوب اليوم التوافق على استراتيجيه وطنيه موحده لنتحرك موحدين في كل الخطوات ولتكون هذه الخطوات مدعومه سياسيا وشعبيا وفصائليا ومن هنا نحن نعتقد بان البقاء في دائرة التفرد في القرار السياسي الفلسطيني والبقاء في دائرة الحراك في اطار المفاوضات لا سيما ان ان هذه الخطوه التي تتحدث عنها حركه فتح قالها السيد محمود عباس انها ليست بديلة عن المفاوضات هي بديل عن ايش يبقى هي ليست ليست بديله وقال كذلك انها ليست موجهه ضد اسرائيل، هي موجهه ضد مين؟ انا اقول تصريحات السيد محمود عباس وبالتالي المطلوب اليوم هي لتساند القضيه الفلسطينيه، اين الضيف في ذلك؟ المطلوب اليوم الجلوس على طاوله، المطلوب اليوم الجلوس على طاوله واحده لنحدد خطوات التحرك باتجاه وضع العدو الصهيوني في الزاويه وباتجاه انتزاع حقوقنا وثوابتنا وهذا لا يتاتى الا من خلال رؤيه وطنيه جامعه لان الرؤيه الحزبيه لم تجد لشعبنا على مدار عقود طويله الا السراب والا الصفر كما قال السيد احمد قريع. طيب مستمرون معكم مشاهدينا وفي هذه الحلقه بعد الفصل تابعونا. كيف ينظر الشارع الفلسطيني الى المتغيرات الاقليميه من حوله وتداعياتها على الصراع القائم بين حركتي فتح وحماس وعلى مستقبل القضيه الفلسطينيه في ظل الانقسام. طبعا كاميرا الميادين جالت في الشارع الفلسطيني واستطلعت اراء جزء من الشارع الفلسطيني نشاهد سويا. الربيع العربي او ما يسمى بالربيع العربي عمق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني زاد حده الامور هذه ما تاثروا بالثورات يعني ما استفادوا من الثورات ليش اصلا كل شعب عنده صورته وكل بلد مشغوله في شعبها فهي اشرت بشكل ايجابي انه طلع منا شباب يطالبوا بانهاء الانقسام حماس انحازت مع الطرف الثاني اللي هي جماعه الاخوان المسلمين في مصر وطبعا صار ترحيب كبير من الجماعه في مصر اثرت بشكل قد يكون سلبي في بعض الامور لان هناك كل دوله عربيه لديها ما يكفيها من مشاكل فأجلت القضية الفلسطينية أو ما يحدث في فلسطين بشكل عام إلى مرحلة متأخرة بعض الشيء الطرقات العربية تجمع طرف وبتصير طرف وهذا مش من من صالح المصالحة الفلسطينية سيدة نجاة المتغيرات الإقليمية عززت هذا الانقسام القائم أم أنها خففت من حدته رغم وجوده بهذه الكثافة؟ بالتأكيد هي عززت هذا الانقسام لأن هذا الانقسام أصبح لديه شرايين إضافية يتغذى من خلالها شرايين دبلوماسية وشرايين جغرافية سياسية وشرايين حزبية كبرى لذلك هذا او هذا الربيع او الخريف العربي لم ياتي على القضيه الفلسطينيه بالربيع بل قطفت ازهار ربيعه قبل أن هل انحازت مصر الى الى حماس على حساب القضيه الفلسطينيه وحركه فتح والسلطه نعم بالتاكيد كيف لا لا اريد ان اتحدث عن مصر فهي دوله شقيقه ودوله عظيمه وهي خزان وعي وخزان انتماء وخزان للقوى جميعها الوطنيه والاسلاميه، لذلك انا دائما اقول ان مصر دوله شقيقه فاز من فاز، اتى من اتى، هي خاصره اساسيه للشعب الفلسطيني ولفلسطين جميعها، لذلك اتمنى على القوى السياسيه في مصر ان لا تنحاز لاننا عهدناها دوله تمتاز بالعروبه وتمتاز بالوطنيه وتمتاز بالوعي وتمتاز بكل المعايير والقيم والمثل الاخلاقيه والدبلوماسيه الفائضة التي يمتاز بها السياسيين المصريين دائما تجعلنا ننظر إليها نظرة إيجابية وإن كنا أحيانا نقلق قلق إيجابي وهذا مشروع القلق الإيجابي دائما مشروع لأنه يدفع بنا دائما نحو التغيير الإيجابي والتفكير إذا هو انحياز الآن مصري في, في ظل الإخوان لحركة حماس التي لكن لم توضح لنا كيف كيف هذا الانحياز خليني اسمع وجهة نظر سيد المصري. لأن هذه الاتهامات أيضا أنه استقبال هنية من قبل الرئيس مرسي لأول مرة في تاريخ مصر يعني على الأقل في في زمن مبارك يعني كان الرئيس المصري الذي يدير القضية الفلسطينية هو ضابط استخبارات عمر سليمان الآن رئيس السلطة رئيس الدولة هو من يستقبل رئيس حكومة يراه السلطة الفلسطينية أو تراه السلطة الفلسطينية أنه لم يعد رئيس أليس في ذلك انحياز لحركة حماس على حساب شقيق اخر وعلى حساب القضيه. يا اخي الكريم اعتقد ان فخامه الرئيس محمد مرسي استقبل حماس وفتح واستقبل رئيس السلطه كما استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني الاستاذ اسماعيل هنيه وبالتالي اين المشكله في هذه المساله؟ بينما سابقا في عهد مبارك لم يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني الاستاذ اسماعيل هنيه حتى قبل الانقسام. منذ أن فازت حركة حماس لم يستقبل لا رئيس وزراء ولا أي وزير من قبل من قبل مصر حتى قبل الانقسام فكان هناك واضح أن هناك معاداة لنتائج الانتخابات التي حدثت وفازت على إثر حركة حماس ب 60% من مقاعد البرلمان ومن هنا اليوم عندما يصوب المسار وعندما تقف مصر على على مسافة واحدة وعندما يكون الملف الفلسطيني هو ملف سياسي وأمني وليس فقط في الحقيبة الأمنية أليس علي وعندما يشرف الرئيس نفسه ويلتقي مع القوى الفلسطينية ومع المتخاصمين الفلسطينيين بنفسه أليس ذلك لصالح القضية الفلسطينية أنا أعتقد أن استقبال السيد إسماعيل رئيس الوزراء الفلسطيني وبهذه الصفة لم, يعد لم يكن فقط من مصر كان من الامارات هل اخوان؟ وكان من قطر، وكان من البحرين، وكان من تركيا، وكان من تونس، وبالتالي هناك ادراك بان هناك شرعيه موجوده في قطاع غزه، وان هناك حكومه منحت الثقه من قبل البرلمان الفلسطيني، يجب التعاطي كيف استفادت حماس من, من هذه المتغيرات؟ من اذا كانت مصر مصر عادت عادت التوازن في التعاطي مع الملف الفلسطيني ومع فصائله، انتم في حركه حماس، كيف استفدتم من ذلك؟ أنا أعتقد أخي الكريم أننا كشعب فلسطيني يجب أن نكون مع أرات الشعوب لأننا اليوم نحن كشعب فلسطيني صنعنا الثورة الأولى المعاصرة في وجه العدو الصهيوني علينا ألا نتحدث عن الربيع العربي لأن الربيع العربي كان إنتاج دماء وأشلاء سالت وتطايرت وإرادة الشعوب هي التي أطاحت بهذه الأنظمة، ولا ينبغي أن نتحدث عن هذا الربيع العربي أنه وبال على هذه الشعوب، لأننا نكون قد وقفنا ضد شعوب، بل إنه لصالح هذه الشعوب لأنه جاء بإرادتها، وعندما تتحرك الشعوب لإسقاط الأنظمة التي التي لم تتفق يوم على عقد قمة يوم أن كانت تذبح غزة، ولم يجلسوا في 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 قطر لعقد هذه القمة، اليوم نرى قيادات جديدة للشعب الفلسطيني تتحدث عن حقوق الشعب وتتحدث عن حق المقاومة للشعب الفلسطيني إن لم نرى اليوم النتائج الملموسة فأعتقد أن الانشغالات الذاتية لهذه الثورات في حالها اليوم لا يعني أنها ستبقى منشغلة إلى الأبد وسيكون لها أثرها لصالح قضيتنا الفلسطينية بإذن الله عز وجل لا ينبغي أن تخشوا من الثورات ولا ينبغي أن تخافوا من هذه الثورات أنها ستمتد إلى إلى إليكم وإلى طرف هنا وإلى طرف هناك، بل يجب أن نقف مع الشعوب لأن الشعوب العربية كانت دوما مع القضية الفلسطينية، وإذا ما انتصرت إرادة الشعوب فهو انتصار القضية الفلسطينية عاجلا أو آجلا طيب. بإذن الله خليني أختم معك سيدة نجاة، الآن نسمع أن الرئيس عباس يريد أن يغادر، ما يستطيع أن يستمر، أيضا نسمع في المقلب الآخر أنه خالد مشعل السيد خالد مشعل أيضا يريد أن يغادر حركة حماس، برأيك فيما لو غادر أحدهما هل لهذا الانقسام ربما أن ينتهي إذا كان متعلق بشخصين أو بقياديين لا بالتأكيد لا لن يغادر لا سيد الرئيس محمود عباس ولن يغادر سيد خالد مشعل ولكن دائما القائد حينما يشعر أنه مضى عليه فترة طويلة ولم يحقق شيء يشعر بالفقدان كما نحن الشعب الفلسطيني نشعر الان بالفقدان ونشعر ان القضايا التي قاتلنا وناضلنا من اجلها لم نحقق بعد شيء، لذلك هذه شعوب تحت الاحتلال دائما تمتاز بعدم الاكتمال، لذلك لا تعلق على هذا الموضوع كثيرا ولكن اريد ان اعلق قليلا على ما تفضل به السيد مشير حول الثورات العربيه والربيع العربي انا دائما مع التغيير ومع الربيع الذي يؤدي الى ولاده جديده لهذه الشعوب التي وقعت تحت ظلم بعض قياداتها ولكن لست مع هذه الشعوب التي تسكت وتصمت حينما ياتي حلف الاطلسي او تاتي القوى والبوارج الامريكيه وغيرها من القوى والاحلاف الاخرى التي قد تغزو منطقتنا الان باسم الربيع العربي، لذلك انا لست مع ربيع ياتيني او يجلب لي كل هذه الويلات ويدعني ويضع البوارج ويضع القواعد الامريكيه في قطر وفي الخليج العربي ويزيدها أضعاف على أضعافها قبل الربيع العربي. أقول لكل الشعب الفلسطيني السياسي وغير السياسي جملة جملة وحيدة نختم جملة بها يلا. يجب أن لا نصفق دون أن ندقق يجب أن لا نصفق دون أن ندقق دائما يجب أن نصفق مع التدقيق شكرا جزيلا لك السيدة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وشكرا جزيلا لك السيد مشير المصري أمين سر المجلس التشريعي وكل الشكر والتقدير مشاهدينا مني ومن فريق البرنامج رولا أبو شقرة أليسار بيسي سحر البشير سعاد حمود كل التحية إلى اللقاء